إحنا هنا في مقبرة حور محب، كان قائد عسكري بيقدس دور الكاتب، وهنلاقي في الكتابة الهيروغليفية علامة سش يعني الكاتب، رمز المصري القديم ليه بشكل أدوات الكتابة. هنلاقي في أول لوحة موجودة هنا على إيدينا اليمين هنلاقي شكل الكاتب وهو مستخدم أدوات الكتابة، وهو كان بيعد عدد الأسرى الموجودين قدامنا. هنلاقي كمان هنا إزاي المصري القديم ميز ما بين المصري وبين الأجنبي في شكل الملامح والحلق الموجود قدامنا هنا. هنلاقي في اللوحة التانية اللي وراها شكل الكتاب وهم قاعدين بيسجلوا عدد الأسرى، وهم بيستخدموا أدوات الكتابة اللي كانت في الكتابة الهيروغليفية علامة سش. هنلاقي في مظهر تاني قدامنا هنا إزاي إن الرجال الكبار في الدولة كانت فيهم علامات لتنايا البطن، وكمان هنا هو علشان يبين إن هم كانوا في حالة رخاء. هنلاقي كمان هنا إزاي الفنان المصري القديم رسم الأعداء بأشكال مختلفة عشان نفرق ما بينهم. هنا هنلاقي شكل الأفريقي، هنا هنلاقي شكل الكنعاني، وكمان هنلاقي شكل الليبيين، وهنلاقي هنا كمان مكتوب سش نسو. هنا علامة سش معناها الكاتب، استخدمها المصري القديم على شكل أدوات الكتابة، وهنا هنلاقي علامة نسو وهي معناها الملك. سش ونسو معناها كاتب الملك.